السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. اليوم أحد إجازة، فرايحين إن شاء الله على في حديقة حلوة كذا في وسط فيكتوريا. أودي عليه حسين إن شاء الله عشان نشوف البحر برضو، فإن شاء الله ناخذكم معانا. طريق للحديقة الآن، فإن شاء الله تعجبه. شوف هو طبعا أحسن من كيل سي سي ولا لا؟ خلينا نشوف. كيل سي سي مين؟ هو طبعا متعود على بحر 40 اسمع شوف، أنت اللي كنت تذكر التمساح زمان، دحين قاعد تقول لي أنا متعود على بحر 40. ذكر التمساح اللي لقيناه في الكورنيش في البلد، أنا كان دائما يرسل الدجاج. أهل جدة طبعا يعرفوا تمساح بحيرة 40 يعني. واللي ما يعرف بس اكتب في جوجل تمساح بحيرة 40 حيطلع لك. هذا حلو. هذا طبعا قاعة مؤتمرات. ما شاء الله خبرة، تعطيهم قاعد جولة سياحية. تعرف كيف انت لازم يعني تستكشف على قولك. منطقة ما شاء الله مرة حلوة، وطبعا بكرة أول يوم رسمي في فصل الربيع في الجزء الجنوبي ولا الشمالي من الكرة دي ما ادري. فهو اول يوم، فالاشجار بدات شويه تسم الورد بدا يطلع وكذا، فالجو ما شاء الله حلو مغيم، لكن مش متوقعين مطر، فان شاء الله يستمر بهذا الجمال ان شاء الله. فخليكم معانا. هذا من الأماكن الجميلة في الحديقة صراحة. طبعا في زي هذه البحيرة أكثر من واحدة يعني، بصراحة في كثير داخل الحديقة نفسها. شفت ولو تذكروا عدم الإزعاج الكاذبين، لأن الخطير يقول لك قاعد يأكل ولا قاعد يسترخوا. أيوه يقول لك أمزح معك والله. شو اللوحة هنا مكتوب birds are nesting resting and. شوف هذه اللوحة يقول لك لا تشعر الطيور وخلي كلابك بعيدة عنهم. حتى الطيور لها حقوقها يعني. الله المستعان. هذه واحدة من البحيرات اللي موجودة في الحديقة، فحتى لو تذكروا مرة صورت عندها، لو تذكروا في فيديو واحد شايب مر من وراي وأشر. فصاحبنا هنا طبعا منسجم، دخل في جو رومانسي، يبغى له بس كاسة الشاي الأخضر وتسيبوه خلاص لحاله. الجو ده ينفع عارف مين؟ جيب عبد العزيز جاكو. عبد العزيز جاكو اذا قاعد تشوف الفيديو يبغالك انت جلسه هنا، جيب الشطرنج يكسر راسك، جيب محمد ابراهيم معاك والشباب كلهم. الصراحه مكان حق تركيز فوكس تمام. لكن بالنسبه للسود يعني انا استرجع الكلمه هذه، لانه ايش صار الاسبوع اللي فات؟ رحت لعب كوره في جامعه. ايوه كوموسون لعب مع فريق اسمه فريق الأفارقة المتحدون. الأفارقة مشيت كذا المتحدون. ايه فمشيت كذا ما شاء الله يعني.
النسمة موجودة بس كلهم متخبين لأنه في الشتاء. أشوف الصيف. الصيف. الصيف هيطلع. شورتات ومدين فازلين بس. تعال يا حسين روح عند الطاووس. ولا تخاف؟ أخاف والله. رحت حديقة حيوان في ماليزيا كان قرب يعضني. الطاووس قرب يعضك؟ انا غلط معي زي البسكوت ولا مدري ايش بديق لك فقعد ادي وفجاه جاء واحد ثاني ما انتبهت له رجع ياكل شوي شوي انا قاعد اطول صاحي صور من طول الاقي واحد قرب فلت الشيء ونط من الاماكن الجميله في الحديقه صراحه يعني في زهور وورود بالذات يعني بكره ان شاء الله زي ما ذكرت اول يوم في فصل الربيع ف اول يوم رسمي يعني فالزهور ما شاء الله تبارك الله ما هي منتظره اليوم الرسمي يعني ما شاء الله على طول طلعت فكما تشاهدوا يعني ما شاء الله يعني مكان جميل جدا يعني حسين طبعا شاف البط اول شيء جاب باله الملخيه اوه كيف يا اخي عشان قال والله لو في ملخيه نسوي ملخيه بالارانب وعفوا قال قال سوي ملخيه بالبط شوف ما شاء الله البط هنا كثير شوف هناك بالله قاعد يلعبوا معاه والله ما ادري لو كان الشيء ده عندنا البط كان يتعذب الله كان يسووا له زي شاف هذا الفيران هذاك اللي تحط جبنه كده والفار يطيح عليه يسووا للبط زي كده هذا حيوان ايش اسمه حسين؟ لا ما والله والله اول مره اشوف حياتي صراحه لاما ولا والله الا ندور عليه بعدين نعرف ايش هو هذا ندور عليه في جوجل لانه هذا عارفينه يعني هذا نحن نعرفه يعني هذا سوينا منه برجر لكن هذا اعتقد هو اللاما هذا اعتقد هو اللاما بس حندور عليه في جوجل ان شاء الله واذا طلع اللاما حنقول لكم على الشاشه هذا طبعا غنم نحن عارفينه يعني بس ما عز الجبل هذا اللي عنده اللي يشبه اللحية والدقن هذا أنا ما قد شفته قبل كده صراحة فطبعا هنا ممكن الشخص يجيب أطفاله والأطفال يلعبوا مع الماعز وحتى ممكن يعطوك حليب تعطيه لهم وكذا يعني فجميل جدا للأطفال يعني إيش هو هذا حسين؟ والله شوف اللي يقول لك اللي يجي معاه كلب طبعا الكلاب بعض الأحيان تقضي حاجتها في نص الشارع فإذا قضت حاجتها دائما اصحاب الكلاب يكون معاهم اكياس زي الحرمه اللي ماشي وراك شايف معاها كلب ايوه فتشيل الشيء هذه زباله خاصه لهم يعني حتى الكلاب لو اماكن يرموا فيها معلش طبعا احنا عملنا زومينج عليها لكن اكرمكم الله يعني لكن القصد هو يوريكم يعني مقدار الاهتمام بالنظافه حتى مو نظافه الانسان لكن نظافه الحيوان يعني طيب انا صراحه جيت هذا المكان كثير لكن ما نزلت من هنا فاليوم ان شاء الله خلينا ننزل ولا ايش رايك؟ انزل يلا خلينا نشوف. وصلنا تحت طبعا مكان صراحة جميل جدا. في زي هذه الأخشاب تجلس عليها. طبعا المكان صراحة ما في إلا الحصى هذا والخشب، الخشب هذا ما أدري ليش متجمع هنا يمكن لأنه نعم صحيح. ما أدري ليش الظاهر هم أنا أتوقع الحكومة نفسها تجلس لأن ما تكفي بالقوة. عشان الناس يجي يسووا فاير هنا ولا؟ يسووا فاير يسووا حفلات هنا. لما تيجي ان شاء الله نسوي لكم عشاء هنا نسوي لهم باربيكيو شايف البط ولا الوزه هذاك اللي شفناه نجيبه علينا نخلقهم زي الصينيين استغفر الله العظيم هو لانه منتشر في اسيا للاسف يعني من كثير يعني ما ينحروا الحيوان يعني بالطريقه الاسلاميه اللي هي تعتبر يعني فيها رحمه للحيوان لكن يخنقوا الحيوان لذلك اللي راحوا اسيا دول مختلفة يعني بالذات اللي فيها العرقية الصينية يعني مش كلهم لكن الغالبية هتشوف في المحلات بط مخنوق يعني البط مخنوق ومعلق مشوي ولكنه مخنوق الله المستعان يعني فهذا كان قصده يعني سبحان الله والله الماء صراحة جدا 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 نظيف يعني والله ذكرت الفرنجان اي والله حسين مو مصدق الماء نظيفة يعني بعد 3 شهور ان شاء الله فصل الصيف يبدا نعطيهم الشورت هذاك ونشوف كيف الوضع صراحة الحديقة مرة جميلة ما شاء الله وشامين ريحة الورد نحن ماشيين مع الورد هنا وشامين ريحة الورد وحسين ما شاء الله يعني انا من يوم ما جاء ما شفته
زي ما يقولوا مستكين بالشكل هذا يعني. والله المكان ده يخليك تفكر صح. تفكر في ايش بالضبط يعني؟ اوه كيف تفكر في ايش؟ تفكر في المدام يا شيخ. هو عزابي وجاي مدينة تلي. مكان رومانسي صراحة. انا شايلك دكتور معي شايفين يا جماعة. طب تبشير مين يعني؟ والله انسة اكس يعني. طيب ان شاء الله. عما قريب عما قريب ان شاء الله. عما قريب جاتني 5 اضافات في الفيسبوك نشوف بعد كذا ايش يصير. جاته 5 اضافات في الفيسبوك سمعتوه يقول. الله يسهل كذا كذا يقطع. احنا في الداون تاون مره اخرى. داون تاون. فحسين طبعا طلب مننا نروح لمكان صراحه هو تعلق به يبدو. فكنا خايفين يكون مغلق لكنه مفتوح. مفتوح لكن يبدو ان كل شيء خلص يعني. فندخل ونشوف. طبعا الشيء اللي نريده والشيء اللي يريده حسين مش موجود خلص. فاخذ هو نوع ثاني. برضو نشوف رايه فيه. ايش اخذت؟ والله شوكولاتة مع لوز و وحاجات كذا مشكله. اخذت هذاك وللاسف الشيء حقنا خلص. نعم للاسف خلص. ما في مشكله الحياه تجارب يعني. نجرب الشيء. الحياه تجارب. يلا جربها وقول لنا ايش رايك. والله يجي منه. يجي منه يجي منه معناه اوكي يعني. يعني مو زي يعني مو مظبوط يعني مثلا قول عريكه وما فيها جبنه. عريكه وما فيها جبنه هذه ما حيفهم الا ناس قليل يعني. فهذا ان دل على شيء فانه يدل على حسن اختياري وذوقي في الحلويات. يا عمي كل محظوظ بس شفت محل واخترت. انا محظوظ مين؟ انا المحل لا احد دلني عليه ولا شيء. اخذني ليه بس توفيق الله ثم رايحتي رايحه انفي. او قال لك رايحه انفي الرايحه اللي شممتها. لا لا تسوي لها زي كلام الشوارع كذا. احنا الان في البي سنتر سوق البي. رايحين محل فوق اسمه اوبا. هو محل مطعم يوناني لكن يبيع فلافل. فلافل يعني ما شاء الله شغل مظبوط ولا كيف؟ عريكة بالجبنة. عريكة بالجبنة. ما شاء الله المكان جد سوق دينا الدمير يعني. انا الكلية السابقة اللي كنت اعمل فيها جنب السوق هذا مباشرة. كنت كل يوم اتغدى هنا كل يوم. وكل يوم طبعا فلافل. ما في سندوتشات ثانية عندهم؟ في. والله زمن حسين صرت تدفع ببطاقة ائتمان و كيف؟ والله زمن غريب يا اخي سبحان الله. انا من زمان عندي البطايق هذه. انتوا السندوتشات عبده ابو نص ريال وده؟ بطاطس ابو ريالين وبطاطس عم سالم الله الله يحفظه عم سالم. الله يحفظه. احسن ايش اخذت؟ والله اخذت سندوتش فلافل وسلطه يونانيه ولا سيزر سالت. سيزر سالت ها؟ من معصوب مطبق لسيرة سيزر سالك. والله شوف انت دائما لازم تتأقلم مع المجتمع اللي انت فيه. ما نيجي على الحارة هناكل بطاطس. والله انا على الحارة ما زلت بطاطس يعني. لازم بطاطس وفلافل شيء متعود عليه يعني. هذا كرسي مساج الدقيقتين بدولار ان شاء الله حنجربه. ايش احساسك؟ لو سمحت هذه ها وقت استرخاء ممنوع التصوير. صراحة شيء جميل جدا. ان شاء الله تعالى تكونوا استفدتوا واشكركم على المشاهدة ونشوفكم في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.